نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عاد والى أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي اللجنة الأمنية والعسكرية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضب النفطي. محافظ حضرموت ميليشيا الحوثي كانت تنوي ضرب الناقلة النفطية لإحداث كارثة إنسانية وفد من المجلس اليمني للتخصصات الطبية يزور معرب لتقييم جاهزية مستشفياتها لفتح الزمالة اليمنية ومن العناوين إلى التفاصيل اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يوم الخميس باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة إلى تقرير حول خطة عمل اللجنة الأمنية والعسكرية وخططها ومهامها المستقبلية، وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أولوية النزول الميداني لمسارح العمليات والوفاء بمهام اللجنة المشمولة بإعلان نقل السلطة وينص اعلان نقل السلطه على تشكيل اللجنه الامنيه والعسكريه المشتركه لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئه كافه الظروف واتخاذ الخطوات اللازمه لتحقيق تكامل القوات المسلحه تحت هيكل قياده وطنيه موحده في اطار سياده القانون استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليم يوم الخميس بقصر معاشيق بالعاصمة عدن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برياسة القاضي أحمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامة الرئيس نسخة من التقرير العاشر للجنة، واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة الوطنية والتسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة من جانبه أكد الرئيس التزام القيادة والحكومة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووجه السلطات المعنية بضرورة التعاون معها أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضب النفطي بحضرموت واعتبر المجلس الاستهداف الحوثي تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري داعيا الميليشيات الحوثية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني. رحبت الجمهورية اليمنية ببيان مجلس الأمن الصادر يوم أمس والذي أدان هجوم الميليشيات الحوثية الإرهابية على ميناء الضب النفطي بمحافظة حضرموت وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى الحاجة الملحة لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وشدد البيان على ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات ودعم قرار الحكومة اليمنيه بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية. اجرى وزير الخارجيه وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اتصالاً هاتفياً بنظيره وزير الخارجيه العماني بدر بن حمد البوسعيدي لبحث تداعيات الهجمات الحوثيه الارهابيه على الموانئ النفطيه وانعكاسه على عمليه السلام في اليمن واكد بن مبارك ان الهجوم الحوثي الارهابي المدعوم من ايران يعد تصعيداً خطيرا وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللمساعي المبذوله لانهاء الحرب من جانبه أكد وزير الخارجية العماني دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ودعم الجهود بالوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة. ناقشت ورشة عمل عقدت يوم الخميس في العاصمة عدن أهمية تعزيز دور المرأة بالقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجه هذا التوجه والمعالجات المناسبة لها. وشاركت في الورشة عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالمرأة في الوزارات واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، وممثلات عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي بالجهود التي تبذلها النساء في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مشدداً على أهمية رفع التوصيات والتقارير التي تهم بالمرأة عبر الأطر الرسمية بدوره اشار رئيس دائره حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني برياسه الجمهوريه المحامي علي هزازي الى الدور المطلوب من النساء في هذه المرحله لبناء السلام ودعم جهود الحكومه الشرعيه في استعاده الدوله وتحديد اولويات النساء والعمل عليها زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي اليوم نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى سابقا الدكتور محمد السعدي للإطمئنان على صحته، ونقل الدكتور الشعيبي خلال الزيارة لمنزل الدكتور السعدي في العاصمة عدن تحايا الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدكتور السعدي، وتمنياته بأن يمن عليه المولى عز وجل بموفور الصحة والعافية. وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس العليمي الاهتمام بكافة كوادر الدولة والوطن في مختلف المجالات لاسيما الرعيل الأول من الهامات والشخصيات الوطنية البارزة والتي كانت لها دور وطني مشهود بمختلف المراحل وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة عدن أمس الأربعاء الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة وتبلغ كمية هذه الدفعة 45 ألف طن متر ديزل و30 ألف طن متر مازود وستوفر منحة الوقود الجديدة الطاقة الكهربائية لعموم مشتركي المؤسسة العامة للكهرباء البالغ عددهم 760 ألف مشترك، كما سيستفيد من المنحة أكثر من 9 مليون نسمة، وستنعكس بشكل مباشر في استمرارية وضمان تشغيل الكهرباء في كافة المرافق. ناقشت لجنة حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية الخميس في العاصمة عدن برياسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور نزار باصهيب جهود إنجاز اللجنة تقريرها بشأن الدين الخارجي والالتزامات المستحقة على اليمن وتطرق الاجتماع الى الانتقال لمرحلة هيكلة التقرير ووضع التوصيات الخاصة بالمعالجات اللازمة بكافة الالتزامات المستحقة على اليمن، تمهيدا لتقديم اللجنة التقرير والتوصيات لمجلس الوزراء للاطلاع عليه ومناقشته وإقراره، وأكد الدكتور بصهيب أهمية إنجاز اللجنة تقريرها العام بالشكل المطلوب مع مراعاة الالتزام بتحديد الأولويات والتوصيات بالاستفادة من تقرير اللجنة الفنية المكلفة بما يساهم في مساعدة الحكومة في جدولة المستحقات وتأسيس قاعدة البيانات بما يخص حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن كشف محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي في تصريح لقناة الإخبارية السعودية أن ميليشيا الحوثي كانت تنوي ضرب النقل النفطية بشكل مباشر لإحداث كارثة إنسانية على سواحل المحافظة التي دأبت على تصدير الخير إلى البلاد، وليست محاولة تحذيري هي مثلما زعمت الميليشيات، وأضاف أن استهداف الميليشيات لميناء الضب النفطي يعد استهداف للإقتصاد وضرب الرافد الوحيد للجمهورية وشعبها، كما يمثل تهديداً على سلامة الملاحة الدولية واستقرار سوق الطاقة العالمي. مؤكدا أن هذا الاستهداف يضيف للميليشيات الانقلابية صفة الإرهاب فوق اسمها وأوضح أن الخيارات مفتوحة أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاتخاذ التدابير الحازمة والرادعة لمثل هذه المحاولات الإرهابية ناقش اجتماع موسع عقد يوم الخميس بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر سبل مكافحة الأدوية المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية وشدد محافظ المهره على ضروره ضبط ومراقبه المنافذ البريه والبحريه ومحاربه التهريب بكافه اشكاله وانواعه مؤكدا ان السلطه المحليه ستبذل قصارى جهدها في تقديم كافه التسهيلات الممكنه في سبيل محاربه ظاهره التهريب وخرج اللقاء بمجموعه من التوصيات والمخرجات اهمها اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه بشان ضبط الادويه المهربه والمحظوره وتفعيل دور الرقابه والتفتيش للشؤون الصيدلانيه بمكتب الصحه. زار وفد من المجلس اليمني للتخصصات الطبيه محافظه مأرب لتقييم جاهزيه مستشفياتها لفتح الزماله اليمنيه في خمس من التخصصات الطبيه. تفاصيل اكثر بالتقرير التالي الذي عده قسم الاخبار. لجنه من المجلس اليمنى للاختصاصات الطبيه تفقدت مستشفى مارب العام ومستشفى كرى العام بمحافظه مارب بهدف تقييم وضعها ومدى جاهزيتها لاعتمادها مركزا تعليميا طبيا تابعا للمجلس لتاهيل مساق البورد في الزماله اليمنيه والماجستير لاطباء العموم الراغبين في مواصله التاهيل في خمس من التخصصات الطبيه. زيارتنا كانت لمحافظه مارب لتطلع على اوضاع المستشفيات وبانشاء على اهليتها لفتح مجال الزماله اليمنية داخل المستشفيات والحمد لله قمنا بالزياره وكان في استقبالنا مدير مكتب الصحه ونائب الاسرائيلية واطلع الوفد اللجنه المكلفه على اوضاع المستشفيات ووجدت ان هناك اماكن مناسبه للتدريب. التخصصات تشمل الجراحه العامه والجراحه العظميه والباطنية وجراحة النساء والولادة وطب الأطفال بزيارة من مجلس اليمن للاختصاصات الطبية للتنسيق لفتح مساقات البرد في محافظة مأرب لمركز تعليمي في مستشفى في هيئة مستشفى مأرب مستشفى كر العام وسعدنا جدا بزياره الاخوه اساتذتنا الكرام في هذا المجال ونتمنى ان يكون هذا العمل من الاعمال التي تدعم وترفع من مستوى القطاع الصحي في المحافظه ان شاء الله تعالى وتؤهل كوادرنا الطبيه للاداء الافضل والمناسب لخدمه المجتمع. اعضاء اللجنه اطلعوا على مستوى الخدمات الطبيه المقدمه للمرتادين من المرضى. ومؤهلات الكادر العامل بالهيئة من أخصائيين وأطباء عموم وفنيين واحتياجات المشفى من الكوادر الطبية المتخصصة وعلى القاعات الخاصة بالمتدربين قمنا بزيارة هيئة مستشفى مأرب العام والحمد لله وجدناها يعني على أعلى مستوى من الترتيب والتنظيم ومستشفى إن شاء الله يعني يرقى الى المستوى مستوى المستشفيات في الجمهوريه اليمنيه بالتدريب والدراسه التخصصات الطبيه ان شاء الله. تشرفنا اليوم بزياره اساتذتنا الاكارم الذين قطعوا المسافه الطويله للوصول الى محافظه مارب لتقييم وضع الوضع الصحي للبدء في عمليه التدريب وافتتاح فرع المجلس الطبي اليمني للاختصاصات. ستكون هناك ست مسارات للتدريب الجراحه العامه والباطنه والاطفال والنساء والولاده وجراحه العظام والمفاصل وجراحه المخ والاعصاب. سيشكل افتتاح فرع المجلس فارق في العمليه الصحيه في المحافظه شاكرين جهود الجميع ونتمنى للعمل الصحي الارتقاء والمزيد من التقدم. افتتاح التدريب لمساق البولد التخصصي. سيحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة في المحافظة والمحافظات المجاورة وسيوفر الكثير من الاخصائيين في التخصصات المطلوبة. اطلع مدير وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد على نشاطات مؤسسة قلب للإبداع وبرامجها بالمكلى خلال لقائه بالمدير التنفيذي للمؤسسة فادي بافضل وبحضور نائب المدير العام الأستاذ علوي الحامد ورئيس شعبة التعليم الأستاذ أنور فرج عبد الدائم واستعرضت المؤسسة البرامج والنشاطات التي تنفذها وتستهدف بها مديريات المحافظة ساحلاً ووادياً ومن بينها مشروع قلمي والصنعة الطيبة وأشاد بعباد بجهود المؤسسة التي تستهدف الشباب غير الراغبين في التعليم وتسهم في تنمية المهارات الحياتية والتي تلبي احتياجات السوق العمل وتمكنهم من العودة إلى مقاعد الدرس كما التقى الأستاذ أمين بعباد بأعضاء المنتدى التربوي للمتقاعدين بحضرموت وأكد أن قيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة تحمل هم الكوادر التربوية والتعليمية مشيراً إلى أهمية تضافر جهود الجميع من كوادر تربوية وتعليمية عاملة في الميدان أو متقاعدين من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، وتطرق المدير بعباد في اللقاء إلى بعض من المشاركات النوعية لطلابنا في عدة مجالات إبداعية، مضيفاً إلى أن جميع المقترحات التي قدمت في هذا اللقاء ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة. ولتعزيز مستوى الوعي الثقافي البيئي ناقش الأستاذ أمين بعباد مع المدير العام للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت سالم عبد الله باق حيزل سبل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز الوعي الثقافي البيئي لدى الطلاب بمدارس المديريات المحافظة كافة وأشار بعباد إلى أهمية الحفاظ على أهمية البيئة في حياة المجتمع مؤكدا أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة أعطت أولوية كبيرة لهذا المجال الحيوي كما أضاف أنه ومن خلال التوجيهات للدوائر المتخصصة بالمكتب سيتم نشر ثقافة التوعية البيئية بين أوساط التلاميذ والطلاب والإدارات المدرسية عبر دائرة الإعلام التربوي وإذاعة المستقبل وكذا رسائل التوعية في الطابور الصباحي بحرم المنشآت التربوية والتعليمية على مستوى المديريات اختتم يوم الخميس بمديرية الشحر الدورة التدريبية في بناء قدرات ممثلي المكونات المجتمعية في الحكم المحلي وثقافة التنمية الحساسة للنزاعات بحضور الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر، وتهدف الدورة إلى اكتساب المشاركين معارف بتعزيز فهمهم ودورهم في المشاركة ببناء السلام. ومعرفة أنواع ومراحل النزاعات وممارسة أدوات تحليل النزاعات واستخدام منهجيات حساسية النزاعات بالمشاريع التنموية بناء على توجيهات مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي جرى صباح اليوم في إدارة أمن مديرية غيلبا وزير إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين المدير السلف العقيد هاني محمد باشكيل الخزرجي والمدير الخلف الرائد عهدي عبد الله النموري لاداره امن وشرطه مديريه غيلبا وزير بحضور رئيس اللجنه المكلفه بالاستلام والتسليم بامن ساحل حضرموت العقيد عبد الله الدقيل واشار العقيد الدقيل الى الدور المحوري لاداره امن غيل باوزير التي ترتبط بالمديريات الشرقيه والغربيه واهميتها لدى قياده الامن مشيدا بالجهود الكبيره للعقيد هاني باشكيل على تحقيق الانجازات الامنيه وتثبيت الامن والاستقرار في المديريه وحث العقيد الدقيل الى القياده الجديده بالتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع زملائهم في السلك الامني متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنيه والامنيه تسلمت السلطه المحليه بمديريه غيل باوزير صباح اليوم سياره اسعاف مجهزه للمركز الصحي بمنطقه شحير مهداه من شركه بترو مسيله وستسهم سياره الاسعاف في توفير وسيله مواصلات امنه لنقل الحالات المرضيه التي تتطلب تدخلات في المستشفيات المجاوره اكدت الشبكه اليمنيه للحقوق والحريات ان المدنيين تعرضوا لاكبر عمليه انتهاك لحقوق الانسان خلال التاريخ المعاصر لليمن من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا خلال الثماني السنوات الماضية محذرة من خطورة التغاضي عن جرائم الميليشيا الحوثية بحق ابناء الشعب اليمني وطالبت الأمم المتحدة وجميع الدول إلى النظر بجدية في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية التي لا تقول خطرا عن تنظيمها القاعدة وداعش وإدانة التدخل الإيراني الصارخ الداعم لهذه الميليشيا الارهابيه استنادا لقرار مجلس الامن 2624 وابلغت الشبكه في خطابها مجلس الامن ان فريقها الميداني وثق نحو 127260 انتهاكا حوثيا طالت المدنيين تورطت خلال الفتره من 21 ديسمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2022 بينهما 14500 و57 قتيلا مدنيا. تسلمت خفر السواحل في المهرة من أحد سفن البحرية الأمريكية خارج المياه الإقليمية ثلاثة أشخاص يمنيين. يشتبه أنهم يعملون ضمن شبكة تهريب ممنوعات وذلك بعد أن تم إنقاذهم من قبل السفينة الأمريكية في المياه الدولية شمال البحر العربي أثر نشوب حريق في قاربهم. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحريق كان مفتعل من طاقمه للتخلص من المواد المهربة وسيتم حالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة انفجرت عبوة ناسفة ظهر الخميس مستهدفة سيارة تموين تابعة لقوات دفاع شبوة وفجر مجهولون سيارة نقل للأغذية الخاصة بقوات دفاع شبوة بمنطقة المصينعة ووقع الانفجار بالقرب من مدينة المصينعة وخلف بعض الاضرار في السيارة هذا وانتشرت قوات من دفاع شبوه لاحقا في محيط الانفجار. وصلنا واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذه النشرة وتذكير الى ابرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي اللجنة الامنية والعسكرية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضب النفطي. محافظ حضرموت ميليشيا الحوثي كانت تنوي ضرب الناقلة النفطية لإحداث كارثة إنسانية. وفد من المجلس اليمني للتخصصات الطبية يزور معرب لتقييم جاهزية مستشفياتها لفتح الزمالة اليمنية المشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته